نروح لواحد يعني من اللي كان برضو استقبله بعثة النادي الأهلي استقبال كبير، وأيضا أنا بعتبره من نجوم البطولة، الإعلامي الكبير الأستاذ يعقوب السعدي. الأستاذ يعقوب تحياتي ليك ومنور قناة الأهلي. أشكرك، السلام عليكم. أول شيء أشكرك كابتن أسامة، وأشكرك على المقدمة والكلام اللي تكلمته. طبعا اللي انعمل سواء استقبال او حفاوه ده ما في شيء زياده انعمل. ده واجب انه ينعمل تجاه الاشقاء المصريين، وانا دائما اقول احنا مصر عينين في راس، يعني هو بلد وشعب واحد. دائما في كل المناسبات احنا بلد واحد، دائما نقول هذا الشيء. ويمكن مو على المستوى الرياضي، على المستوى الحكومي، على المستوى الشعبي.